انطلق مهرجان ربيع الثقافة 18 الموسم الثقافي الأكبر في مملكة البحرين في مسرح البحرين الوطني، والذي شهد حفل فن الصوت البحريني. جاء ذلك بحضور سعادة الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار وعدد من الشخصيات الرسمية والدبلوماسية رفيعة المستوى. وشارك في الحفل الفنان البحريني القدير أحمد الجميري والفنان محمد التميمي والفنان عبد الرحمن عوض وأحيت فرقة البحرين للموسيقى بقيادة المايسترو زياد زيمان. وشهد الحفل تفاعلا كبيرا من الجمهور، خصوصا أثناء تقديم الزفنة، تلك الرقصة التي تصاحب فن الصوت البحريني، وكذلك أثناء أداء الصفقة التي تتضمن إيقاعا هو من أكثر ما يميز هذا الفن الأصيل. هذا ويستمر مهرجان ربيع الثقافة في نسخته 18 حتى مطلع شهر مارس القادم، ويتضمن باقة من البرامج والفعاليات المتنوعة في مواقع ثقافية مختلفة. نفتتح مهرجان ربيع الثقافة لهذا العام بحفل لفن الصوت، هذا الفن البحريني الأصيل الذي نعتز أن يكون له مكانة في الحراك المحلي في البحرين، لنعطيه ما يستحق من اهتمام وأهمية ولكي كذلك نعرضه للجمهور الكريم. هذا المهرجان يعرض للجمهور تنوع شامل من الثقافات المتعددة، سواء كانت الدولية أو الإقليمية، ولا شك التواجد المحلي موجود خلال أشهر المهرجان على أمل الجمهور الكريم التفاعل معنا. فن الصوت له مكانة كبيرة ضمن مجموعة الفنون الشعبية في البحرين والخليج العربي من خلال رواده، ولا شك أن هذا الفن هو يعتبر من ضمن الفنون ذات الهوية الوطنية اللي لازم أن احنا نهتم فيها ونوثقها ونسجلها ونقيم لها الحفلات والمهرجانات.